السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الجنسية التشيليانية، جنسية دولة تشيلي. تشيلي دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها سانتياغو. تشيلي فيها عرب من الجنسية الفلسطينية، اللغة الأسبانية في تشيلي. عشان تاخد الجنسية التشيلية لازم تكون حصلت على الإقامة الدائمة، يعني يكون معاك الرقم الوطني، يعني يكون معاك الرقم الوطني. وأول ما تاخد الإقامة الدائمة يحق لك التقديم على الجنسية لدولة تشيلي. ولكن دولة تشيلي تختلف عن باقي دول أمريكا الجنوبية. معلومة مثيرة جدا، دولة تشيلي عندها تطبع للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%، ده أكيد. بالدليل على ذلك إن دولة تشيلي دون عن دول أمريكا الجنوبية بيدخلوا أمريكا من غير تأشيرة. بيدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية من غير تأشيرة. الحصول على جنسية دولة تشيلي يستغرق وقتا طويلا، مختلف عن باقي الدول، مختلف عن الأرجنتين، مختلف عن البرازيل، مختلف عن الأوروغواي. دولة تشيلي تستغرق الجنسية ما بين 4 سنوات إلى 5 سنوات. جواز سفر دولة تشيلي قوي جدا يا جماعة، بيدخلك أكتر من 150 دولة بدون تأشيري. ولكن عشان تحصل على جنسية تشيلي لازم وقتا طويلا. ترتيب جواز سفر تشيلي عالميا الدرجة 15 عالميا. من هو يحق له التقديم على الجنسية لدولة تشيلي؟ الزواج من مواطنة تشيلية أو الزواج من مواطن تشيلي. مجرد حصولك على الإقامة الدائمة يحق لك التقديم على الجنسية، ولكن يستغرق وقتا طويلا، حوالي من 4 سنوات إلى 5 سنوات. أكيد من 4 سنوات إلى 5 سنوات. برضو في حالة الإقامة عن طريق عقد عمل أو فتح مشروع أو فتح بيزنس في دولة تشيلي، مجرد حصولك على الإقامة الدائمة تقدر تقدم على الجنسية، ولكن يستغرق وقتا طويلا من 4 سنوات إلى 5 سنوات. الأوراق المطلوبة، الأوراق المطلوبة للتقديم على جنسية دولة تشيلي: جواز سفرك، فيش تشبيه من بلدك، مختوم من سفارة تشيلي، مختوم من سفارة تشيلي مش من السفارة، مش من السفارة في تشيلي المصرية في تشيلي أو السفارة التونسية في تشيلي، لا. الفيش والتشبيه مختوم من سفارة تشيلي في بلدك. اللي هو شهادة عدم محكومية وخطاب عمل انك انت بموظف ولديك راتب وقدره وصور شخصية، وبتقدم في حاجة اسمها الخوزجادو في سانتياغو زي المحكمة برضو في سانتياغو، وبرضو تستغرق وقتا طويلا من 4 سنوات الى 5 سنوات. في مكاتب، المكاتب دي كلها نصب يا جماعه، يقول لك احصل على جواز سفر الكاريبي، احصل على جواز دوله تشيلي، يا جماعه ده كله نصب. ده مكاتب تنصب عليك تاخد فلوسك. عاوز جنسيه سافر رسمي، تاشيره من السفاره رسمي، وادخل البلد وافتح مشروعك او قدم على وظيفه وحاول تاخد الاقامه الدائمه. مجرد حصولك على الاقامه الدائمه تقدر تقدم على الجنسيه. ولكن تشيلي بتختلف عن الارجنتين والبرازيل والاوروغواي. تشيلي الجنسية بتاخد من 4 سنوات إلى 5 سنوات. في برضه إشاعات بتقول لك تاخد الجنسية عن طريق التبني، تتبنى طفلة أو طفل. دي إشاعات يا جماعة، ما فيش الكلام ده، صدقوني دي إشاعات. جنسية دولة تشيلي لازم يكون معاك الإقامة الدائمة وتكون حصلت على الرقم الوطني. يحق لك تقديم على جنسية دولة تشيلي. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبيه. اشتركوا في القناه، هنلف العالم مع بعض.